رمسيس الثالث قدر فعلا يرجع هيبة مصر داخليا وخارجيا، بس كان أهم طموحاته إنه يثبت كفاءته كواحد من حكام مصر العظام، وفي نفس الوقت كان بيحلم إنه يتشبه بسلفه الأعظم رمسيس الثاني. رمسيس الثالث اختار اسم تتويج قريب جدا من اسم تتويج رمسيس الثاني، وكمان سمى أولاده على أسماء أولاد رمسيس الثاني كلهم. رمسيس الثالث كان نفسه يرجع مصر لأيام رمسيس الثاني. في فترة حكمه رمسيس الثالث كان طموحه بعيد جدا وبلا حدود، لكن الكوارث الطبيعية هتغير مصر القديمة والعالم كله، وأصبح حلم رمسيس الثالث شبه مستحيل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.